بعض الارض فيه اسره 5 افراد، دول حسوا بالانهيار خرجوا بسرعه. الدور الثالث والرابع كان فيه 7 افراد و7 افراد، فيعني ضحايا 7 افراد خرج منهم واحده حيه مواطنه والباقي 13 هو فيه. طب انا فهمت دلوقتي كمان وقدامنا يعني بيان النيابه العامه المصريه انه كان في قرار بترميم هذا العقار. القرار ده كان امتى وهل كان في قرار ولا لا؟ خليني بس يا فندم اشرح لحضرتك الاول تسلسل القرارات من الناحيه من قانون المبنى. القرار بتبدا بالترميم ثم تدعيم ثم هدم جزئي ثم هدم كلي ثم قرى دعم. يعني ده كده من الاقل للاكثر. حصل طلع قرار ترميم سنه 1992 بترميم العقار ترميما شاملا. خليني ارجع اقول لحضرتك سنة 92 طلع قرار بترميم العقار ترميما شاملا. تمام يا فندم؟ ايوه. المفروض ان خليني اقول ترتيب العقارات كده، بتتحرك من ترميم، تدعيم، هدم جزئي اللي هو تخفيف حمل، هدم كلي، خطوره دعم. في الجزء الاولاني ترميم، تدعيم، هدم جزئي، لغايه الهدم الكلي وخطوره الدهمه، المفروض ان انا بعمل محضر وبخلي صاحب البيت هو اللي يرمم على حسابه او عن طريق السكان. هنقول لحضرتك في ثقافه ما بين المواطن ان ايه المشكله يعني لما اعمل قرار ترميم؟ مفيش حاجه هتحصل للبيت. وخليني اقول لحضرتك برضو ان البيت ده ما انهارش، اللي هو البيت ده عمره نفس عمر العقارات اللي حواليه. لم ينهار نتيجه انه ما اتعملش الترميم. ده رايي الشخصي او رايي الهندسي. لا ما ده ما يعني ما مش هنقدر نحكم بيه النهارده. هنعرف بقى. ما انا بكلم حضرتك، انا بكلم حضرتك ايه؟ العقار ما فيش حد بيعمل في حوائط حمله ويكسر والعقار ينجو. يعني خليني اقول لحضرتك شخص غير مسؤول عمل تعديلات دفع ثمنها اشخاص ثانيه. كارثه. طب والشخص ده من الذين توفوا؟ الضبط يا فندم، الضبط يا فندم، لا مش من المتوفوا. الضبط هو والمقاول والعامل واقروا ان هم بيعملوا الكلام ده في ساعتها. كان بيعملها بالليل، بالليل الصبح العقار رايح. فحضرتك بتقول لي ان العقار ده اول ما حد يهد فيه حيطه يقع كله. فندم حيطه، حيطان الداخليه او اللي هي شايله المبنى. انا فاهم يا فندم، انا ما بفهمش بالكلام ده، انا بسال حضرتك انه العقار هش للدرجه دي يعني. لا لا يا فندم، طالما يا فندم حيطان حامله، زمان اهالينا كان بيبني الدور فوق الدور، الحيطه فوق الحيطه، السقف فوق هكذا، الباب هنا ما كانش فيه عواميد، ما كانش اختراع العواميد. كان في نظام عواميد، يعني كان في نظام عواميد، بس كان اهالينا ده السيستم الانشائي اللي معمول لثلاث او اربع ادوار. وهو موجود في المباني كلها اللي حوالين، يعني ده مش سيستم، كل المباني اللي حوالين اغلبها حوائط حمل في المنطقه. الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهره المنطقه الشماليه، شكرا ليك فندم.